الجهة ربا في الحبس والوسخ في الطوسي واخد الدولة درت الصلح مع الراب وداز في دوزي مكردو راب لاي وقد دوزي شنو هي الدوله تصالحت مع الراب وبيناتو في دوزيام وكلاش هذيك اللعيبه غندوي عليها حتى هي اللي بينا طوطو مع دي زي دروس ديك سميتو الجامشو بلاك مان دي بوزي قال لي بالي فوتني قال لي سوني امريكان اللي فوتني راني مالط طاري مانا دي فالك كل مره كدي بوزي كدي بلان بالي بالي وقد غلط يو مرحبا بكم فيديو جديد اليوم ديب خرج لنا واحد التراك سو ديب غادي نتمسكوا ليه نشوفوا الكلاسات عاوتاني اللي كيدير حيت بطبيعه الحال هو يمكن لحقتو كيخرج شي حاجه غير هكاك ما نطول عليكم بزاف نمشيو للتراك بعنوان سيمفوني اللي بالانجليزي كتعني معزوفه فنيه اوكي ليتس جو بعد الكوفر هو الاول كاين واحد كيعزف على الكمانجه وموراه كاين داك الحمام واحد يعني بلاك اند وايت كحلو بيض ديما كحلو بيض في الديسك كيعني شي حاجه كئيبه جايه في الطريق هذه خذوها مني كنصيحه ليتس جو الرسم شويه هابط كيز ديك ايقاع سريع اوكي كبر في المغرب العميق في الجودي ما كئيب فين تا الجبل كتشكل قلت لكم او بدي كئيبه كبر في المغرب العميق اللي الجودي ما كئيب نايس كيموتوا المواهب فين صعيب دير بلاصه واخا تكون احسن لعيب صعيب دير بلاصه واخا تكون احسن لعيب هادشي بالنسبه للناس المعارف الخدمه سواء في قرايه سواء في شي دومين كتبغيه صعيب انك توصل لشي حاجه بلا ما تكون دخلتي في شي وسيطه برا الواقع والله تجبد لينا الواقع ياك عادي كلشي هنا كبيع وكيشري في المبادئ ما جيش نقول انا كناضل راه داوي خاوي بحالك عقنا بلا حياه ملي كنا صغار بحالك نهار غتقول صافي عطاتك هو نهار غتصبح حالك شي حاجه ما بيناش الوقت توضحها لك بحال ديما ما كنفكرش كنخلي صح ديما هذاك الشيء كتاخذو على اساس العبره كتكون انت وكان داز واحد السنوات عاد كتفهم علاش اكزاكت مثلا شي هضره تقالت لك فاش كنتي صغير علاش هذيك الهضره بالضبط تتكبر عاد كتراجع راسك كتعقل ديك الميموري ديالك صافي تلقى الحل لكلشي نايس معاني زوينين هاد الساعه يلا اللي غير ريحة الصوت حيتاش ما مخدمش الوقت سفنا جا سبقو للسوق حديتو مغزل جنب الواد غزلو في الصوف نتوما كديرو اللي بغى الجمهور الله ترضيو الطوق ما كنضحكش لا 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 على الله ترضيو الطوق يعني كيلبسو داكشي ولا كيديرو داكشي اللي كيبغيو الناس على حسب كيشوفو الناس كيديرش داكشي اللي كتبغي انت واش عقدنا نعيشو وي اونلي ليف وانس دير داكشي اللي كتبغي اوكي ماشي خارج عن الديانه ديالك ولا شي لعيبه نو داكشي اللي كتبغي في اطار الحدود ما تجرح حتى شي واحد ليتس جو واخا تور حيت انت اخويا في القاطع ما كنضحكش فوقي غيام البرق وشتها تصب نقاطي ما نمسحكش راه عارف راسي اكبر خاطي وسط اجواء دراماتيك عنقاء نتولد في رماضي الناتج الله شاد الديسك هذا تخشي يدك في جيبك شي قبيه كحله تمشي نظرك كحلين طق تمشى زاي تحريق الماضي وزيد بزاف ديال المشاكل اللي غتحكيك تولي ناضي وتواجه عراقيل اللي غتلوح قدام القاضي وانت ما ساخيش بالسيفيل والحريه وخا البطاله وما قاريش الرقعة كاين شي بيضك طامع شي نهار يطيم راه غير دجاجه ماشي نسر وطامع شي نهار يطير في الموسينغ ما وطراب باش مخلوق انت غير طين جيعاني لدار البقاء والمصير ما بغاش يطيب واحد بزاف بزاف صراحه وعاوتاني واحد الفكره اخرى تمشي تربع تأمل في شي بلاصه دير جاني كاسك اللي زياد هادشي تيس كاد بيس بقى مغمض عينك وسارح ما علاش حيت تذكر لك شي حاجه ديب نايس ديب الجهة ربا في الحبس والوسخ في الطوسي واخا الدولة درت الصلح مع الراب وداز في دوزي مكردو راب لاي واخا دوزي شنو هي الدولة تصالحت مع الراب وبيناتو في دوزي وكلاش هذيك اللعيبة غندوي عليها حتى هي اللي بينا طوطو مع دي زي دروس ديك سميتو الجامشو بلاك مان دي بوزي قال لي بالي فوتني قال لي سوني امريكان اللي فوتني راني مالط طاري مانا دي فالك كل مره كدي بوزي كدي بلان بالي بالي وقد غلط بينو رواب المواهب زعما تاع الراب في دوزين باش يجذبو عاوتاني ديك الناس اللي مابقاوش كيتفرجوا في قنوات سير ما بغاش طيب واحد الجهه ربا في الحبس والوسخ في الطوسي واخا الدوله درت الصلح مع الراب وداز في دوزي مكردو الراب لايت في عين جينيراسيون دوزي اللي ودنو راب لايت في عين جينيراسيون دوزي اوكي كلاش هاد دوزي هنا يعني
حيت هو كان في واحد اللجنة، حتى هو كان كيدوز داكشي ديال المواهب مزيكات كدا، ما عرفتش شنو داكشي كيغنيو، ما عرفتش الله اعلم واش داز قدامو شي دار اللي دار ليا كيرابيو زعما، الله اعلم. اصلا التلفاز شكون باقي يتفرج فيها في هذا الوقت العصر تاع الويفيات؟ والف القاسح ما كينغمهاش الروز، جمعيات ما فاهمينش باش منفوخه غا كيدويو كيسيبورطيو التفاهه، يسمعوا القاسح كيبكيو. بلا التفاهه موجوده مطلوبه، شي حاجه ديال الصح والمعقول، حتى شي واحد ما كيبغيها. جرغام الصابر زق الارتيست كيديو، ويل ويل بلاتي ايات ما فاهمينش باش منفوخه غا كيدويو كيسيبورطيو التفاهه، يسمعوا القاسح كيبكيو. لي مانجر غام الصابر زق الارتيست كيديو، الله كبار. هي كاينه شي يتخفي سفلى، مانجر كيديو رزق للروابا، وا خصو ياكل مع سريفه ضروري. الدور فيهم يبدا يشكي، وحنا اللي فينا راه كافينا الدوله اللي حدانا غريقه، اما الجيران محمقين راسهم مع خريطه. وي 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 اش غيجبد ديدين هنا؟ قال سمعت بحال قال ديدين، بعدا نشرح لكم هذا البلان. هذا قال لك الجيران محمقين راسهم مع خريطه، عاوتاني داك البلان اللي كان وقع ديال خريطه في الصحراء، الى نادو كيجبدوا عاوتاني. يو نو السياسه راه خايبه بالرجوله، كتنوض تحرب ما بين شعوب اللي ما مسالمه بيناتهم والو، سياسه خايبه. الحاس الجيش كتصحي غتصرفي قحطي غمرتك وختك سبيس، فينا راه كافينا الدوله اللي حدانا غريقه، اما الجيران محمقين راسهم مع خريطه. ديدين الحاس الجيران يعني شنو؟ شكون الجيران تاع المغرب؟ مال الجزائر فينا دابا؟ هنا بغيت نسمع ديدين كرسهم مع خريطة. ديدين الحاس الجيش كتصحي غتصرفي قحطي غمرتك وختك سبيس تون ماشي حقيقة. كل بلاتي كلاش عليه مرتو وختو، او ماي جاد. دابا ديدين غيكون خرج عليه تا هو شي طراق وغيلوحو قريبا، تشعل عاوتاني ما بين المغرب والجزائر. فرق فرق لايف كتبكي وكيخوي نسا في المنابر، ريل لايف كنحكيو علاش واقع في شي مناطق، واخا العقل مع الحياة راه ماشي باراليل، اللي دخل معايا في الصداع نخربق له لي بارامتر. زاي ما كدوش كلاشات اللي كتكلاش مع داك يوبي كدرت عليه فيديو تا هو راه غنخليه لكم في كورس. زاد باغي نوض تاني مع ديدين تا على روبا ديالنا عالم تا هما. والخوت هذا ما كان عندنا في هذا الفيديو، هذا كنتمنى لكم نصطو معايا في هاد الكلاس هادي اللعيبات. باقي ان شاء الله غادي نشرحو شي حوايج في شي فيديوهات اخرين، على الله ما نبقاوش نتعطلو، كتجيك شي حاجه شي ظروف كعارفين طاحت العوان. ايوا تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا بيس اوت يو.